وصلنا للدريساج الفقرة اللي تحبوها وهزيت معايا الفنان عادل يونس باش يذوق معايا الشبتية وسلطة الغلة. أما كما تشوفوا مزينها يا أشرف الدريساج اللي عملتونا على سلطة الغلة. فكرة احنا ديما البنانة نقشروها ونلوحوا القشرة نتاعها باكونت نجمو نخدمو بها حكاية. قل لي على الوصفة من أول وجديد والمقادير نتاعها. بالطبيعة اليوم عندنا شبتية، المقادير نتاع الشبتية ربطين معدنوس، شوية سلق، كما قلت لكم اللول تحبوا تزيدوا السلق ولا مش لازم. عندك شوية شبت، بتبيع سميد الحرش والثلاثة كعبات عظم والفحة متاعنا فلفل أحمر كروية نعناع شايح فلفل أكحل وشوية ملح. بتبيع بعد عملنا مرقة بطاطا اللي بعد ما شوينا الكعبات الشبتية قليناهم بليتو قليناهم بليتو حطينا كعبتين مع المرقة باش يطيبوا كيف آخر الكويسون تاع المرقة. مرقة بطاطا بتبيع معناتها خذينا كعبات بطاطا وزوز قرون فلفل وكما أي ديبار معناتها تاع مرقة بطاطا معناتها نقليو طماطم والبصل ومن بعد نمرقو بالماء وفي الأخر نزيدو الكعبات البطاطا نتاعنا والفلفل. وفي الديسير سلطة الغلة حبيت أنا نعمل لك حاجة جديدة، ما حبيتش ناخو معناتها في كيسين في كوب وكيس وكل ما فكرة نتاع الدريساج مزينة برشا مزينة من الحاجة اللي استعملناها ديجا. خذيت كما قلت لكم الفروي معناتها الموجودين في السيزون ذي في وقتنا، عنا البرقدان عنا الفريز عنا البنان عنا التفاح وميلونجيهم تقصهم معناتها كوبات صغار تزيد تفوحهم بزهر وشوية سكر. وديما نقولوا العين تاكل قبل الفم. أيه. يا أشرف احنا نخليوك يا عادل في ذوق شوف ذوق معنا قبل ما نذوق. في بالك اللي أنا أكثر ماكلة نحبها ونموت عليها هي مرقة بطاطا هاك بزهر جيتم معنا والله هاك هاو. أنا نموت على حاجة اسمها مرقة بطاطا كهاو الماكلة المفضلة كأنك حسيت بي انت عنده الحساسيتها والريحة تهبى في بالك والله مصلي على النبي والله نخليك الذوق معنا. مالية توا كان جيت واحدة باقيت جيبوا له واحدة باقيت معي تولكم واحدة باقيت. أنا توا باش نعطي الريبونس نتاع تشنشينة اليوم وتقول تشنشينة على أنثى معرشة وفي الأرض مكرشة ولدها سلطان ولد ولدها شيطان. عادل ركزت معايا في تشنشينة ولا جاتك سخونة المرق؟ أنا توا ليه في التشنشينة بتاعي عاود ترى به على أنثى معرشة وفي الأرض مكرشة ولدها سلطان ولد ولدها شيطان. هي فما شكون باش يربحها؟ فما شكون باش يربحها؟ ما لازمنيش نقول أنا خاطر باش لا احنا توا باش نعطيو الريبونس. ما نقولوا تشنشينة تشنشينة هي تشنشينة تشنشينة هي غلة فيها عروش غلة وفيها عروش من اللول سلطان ومن بعد تولي شيطان. يسر ذكية أنا بالحكاية جماعة طلعوا ولا هاني شنو نعطيك الإجابة. الإجابة متاعنا اليوم هي العنب. العنب شيطاني ولي العنب بعد ولي خمرة من الشيطان هو بالحق شيطان والله يا اخوي مهبني الشيطان مهبني يا اخوي مهبني الشيطان ما خلينيش نرخ. احنا نقول لكم بون ويكاند وفات حلقتنا لليوم نتقابلوا نهار الاثنين ونخليو عادل ياكل المريقه اللي هو طلعت من محبته المريقه والله وبالزهر هو اشرف عمل هنا بون ويكاند وبالسلامه.